أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بيكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربية تويوتا ميكروباز هاي إس موديل العربية 2016 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية تويوتا ميكروباز هاي إس موديل العربية 2016. العربية ترخيص سياحة مدينة الأقصر. العربية فيها رخصة لشهر 6 القادم 2020. العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية ما فيهاش غلطة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية تويوتا ميكروباز هاي إس موديل العربية 2016. سعر العربية 610,000 جنيه. سعر العربية 610,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0-158-24-546. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0-158-24-546. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا بمواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.